السلام عليكم. تشكيلة باريس سان جيرمان الجديد: نيمار، مبابي، ميسي، فينالدو، فيراتي، حكيمي، ماركينوس، كيمبيمبي، راموس، برنات، ودوناروما. كم دوري أبطال أوروبا رح تاخد؟ اليوم التحدي إنه ناخد أكبر عدد من بطولات دوري أبطال أوروبا بهاي التشكيلة. فما عليكم لا تضغطوا على زر لايك نوصل هاي الحلقة 20,000 لايك، وكمان تضغطوا على زر الاشتراك لأنه صار لي زمان ما نزلت. أنا آسف كنت تعبان شوية يا جماعة، أخذت بريك ورجعت لكم إن شاء الله راجعين بقوة. اكتبوا لي أفكاركم بالتعليقات لحتى نبلش انطلاقة قوية جدا نحو النصف مليون، ومن ثم نحو المليون بإذن الله بفيفا 22 وبيس 22 راح نبلش فيهم قوة. فهيا بنا. طبعا كموسم اول رح العب بثلاث مدافعين، برنات بيقرب وبيرجع، حكيمي واجباته هجومية ممكن ما يرجع كتير على الدفاع، فينالدو فيراتي وسط الميدان، والثلاثي الناري ميسي مبابي نيمار. وطبعا على خط التبديل عندك دي ماريا، ايكاردي ممكن ينزلوا تلقائيا، فخلينا نشوف شو رح يصير بالموسم. طبعا بمجموعتنا بدوري الابطال بالسنة الاولى عندنا مان يونايتد، ليبزيك، باشاك شهير. هيا بنا تشكيلة الاحلام لباريس، ما في اي عذر انه نخسر بهاي مباراة، ان شاء الله ناخذ دوري الابطال. هيا بنا. طبعا كموسم اول راح اعمل مبابي هداف متنقل، حكيمي نفس الشيء راح ساويه وسط متناوب على الطرف، بخمس اسابيع راح يتطور حكيمي. باقي اللاعبين عملت لهم خطه تطوير ولكن مو كتير مهمه بالنسبه لنا. اذا نحو محاكاه موسم اول وباريس بتشكيله الاحلام، ماذا سيفعل؟ هيا بنا. اذا الموسم الاول انتهى، باريس سان جيرمان هل حقق بالدوري مركز ثاني؟ شيء ما ببشر بالخير، ولكن نحن هدفنا دوري الابطال. الدوري راح، الكأس فزنا فيها على مارسيليا، عنا بطولة ثالثة كمان ما تأهلنا، كمان خسرنا فيها. والله خايف يا جماعة. خلينا نشوف السوبر كاب مين مشارك فيه. إشبيليا باين كالعادة 1-0 لإشبيليا. ويفا تشامبيونز ليج بي اس جي فزنا فيها بركلات ترجيح على حساب البارسا. من أول موسم يا جماعة حققنا التحدي. طبعا بموسم اول نحن بدنا نحقق رقم قياسي باذن الله اليوم، ولكن من الموسم الاول انك تحقق دوري الابطال فهذا الشيء ممتاز. اول المجموعه بدور 16 فزنا 4-1 على اياكس، بدور ربع نهائي فزنا على ريال مدريد 4-3، بالنصف نهائي على اتلتيكو مدريد 4-2، بعدين على برشلونه، وطلعنا ثلاثي اسبانيا المرعب يا جماعه بميسي براموس. خلينا نشوف احصائيات لاعبين امبابي. موسم متفجر يا جماعه، 32 هدف 9 اسيست، ميسي ايضا 21 هدف 17 اسيست، ممتاز جدا. دي ماريا ما لعب كثير. نيمار الغدار 54 مباراه ومحروم، وسجل 34 وصنع 18، الافضل على ارض الميدان هو نيمار الغدار. اشرف حكيمي طبعا 5 اهداف 3 اسيست. طبعا راموس لعب 54 مباراه 23 كلين شيت. كيمبيمبي وماركينوس معه ايضا، ماركينوس 23، وطبعا راموس سجل 5 اهداف وصنع هدف كقلب دفاع. طبعا نافاس اخذ مكان دوناروما ولعب اساسي بعمر ال 34 سنه، لعب 54 مباراه 23 كلين شيت. دوناروما ما لعب ولا مباراة ابدا ابدا. طبعا بالنسبة للجوائز الفردية، نيمار الغدار كان قريب جدا من انه يكون هداف دوري فرنسا، ولكن بوراك يلماز التركي لاعب ليل هو سجل 25 هدف نفس المباريات ونفس الاهداف، ما بعرف ليش اعطوها لبوراك يلماز. ميسي بايت ونيمار تشاركوا هدافي بطولة الكاس، ولكن تحسب لميسي لانه هو اللي تأهل للنهائي واخذ البطولة. طبعا عندنا بطولة اخرى بوراك يلماز، كيف عم ياخذ بوراك يلماز كل هالبطولات؟ والله لاعب عادي جدا بعرفه. ميسي 3 تعادات لباريس سان جيرمان بالكاس. طبعا بدوري ابطال اوروبا امبابي خلف كريزمان نجم البارسا، 12 هدف لكريزمان، وبصناعه الالعاب ليونيل ميسي بباريس سان جيرمان هو ملك الاسيس باول موسم. طبعا اهم شيء نحافظ على اللاعبين، فهذا الموسم ما في غير جان لويجي دوناروما خلص عقده، فرح نعمل له تفويض للتجديد، ولكن مثل ما شايفين عم يقولوا انه اللاعب بده يغادر النادي وما بده يجدد، فممكن نخسر اول لاعب من النجوم اللي اجوا جديد هو دوناروما. رح حاول ما رح اتركه. اذا دوناروما بعملاء احرار، فسهل جدا انه نرجع نتعاقد معه، بس رح نعطي راتب، رح اعطي راتب خيالي لحتى يرجع للفريق. اذا بهذا الموسم عرضت نافاس على البيع لانه صار عمره كبير كثير واخذ مكان دوناروما. دوناروما ما رح يتطور هيك، فرح اعطيه فرصه مع المجموعه الجديده، ورح بيع نافاس لتشيلسي بعمر ال 34 ب 32 مليون دولار. وبنفس الوقت راموس وفينالدو غادروا النادي، ولكن سرعان ما رجعتهم يا جماعه، جبتهم على الفريق مع دوناروما
روما اللي كان بعملاء احرار، فرجعت التشكيله مثل ما كانت. كانت صعبه شوي ولكن حاليا كله رجع، راموس، كيمبيمبي، ماركينوس بقلوب الدفاع. راموس طبعا بدا مستواه يتراجع بعمر 35، ميسي كذلك 34، ولكن لسه ميسي محافظ شوي. امبابي، نيمار 93 بالهجوم، موسم ثاني، هل سنحقق دوري الابطال؟ هيا بنا. اذا بالموسم الثاني مجموعتنا نابولي، بنفيكا، دينامو كييف، اسهل نسبيا بالنسبه للمجموعه. خلينا نروح ونشوف النتائج. اذا الموسم انتهى ولكن يبدو هون عندنا مباراه كاس. خلينا نشوفه سوا. فزنا بالكاس، فخلينا نرجع لورا ونشوف البطولات. هالمره نحن ابطال الدوري بفارق كبير، يبدو ان التشكيله صارت اكثر تجانس مع بعضها. 93 نقطه، 79 نقطه لليون المركز الثاني. البطوله الثانيه كمان اخذناها 2-0. بعدين عنا الويفا سوبر كاب، فزنا فيها على انتر ميلان، شيء مبشر بالخير. دوري الابطال يا رب يا رب، موسم ثاني، تحدينا اليوم ناخذ دوري ابطال اكثر عدد ممكن. لا 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 والله زعلت يا جماعه، نفس التشكيله بالعكس، هذا الموسم كان ممكن ياخذوها بشكل افضل. حتى النصف ما وصلنا، بالربع النهائي خسرنا مع بايرن ميونخ 4-3. اذا ميسي، راموس، امبابي، نيمار خسروا مع بايرن ميونخ اللي فاز بالبطولة على حساب برشلونة. خلينا نشوف شو صار بالتشكيلة وشو صار بالأرقام. نيمار ومبابي تطوروا هذا الموسم، صاروا 94، ميسي تراجع صار 89، عمر ال 34 سنة أو ال 35 بيقلوا كم شهر. فيراتي عم يتطور لهلا مثل ما شايفين، فينالدوم، حكيمي كمان تطور ناري صراحة، وعنا راموس عم يتراجع صار 85، ودوناروما بهذا الموسم صار 88. ما بعرف قديش لعب كم مباراة، خلينا نشوف الإحصائيات سوا. إذا المدمر مبابي كالعادة 33 هدف و12 أسيست، ميسي 17 هدف و3 أسيست مع إنه لعبان 53 مباراة، إحصائياته أقل من الموسم الماضي. نيمار كالعادة الأفضل، نيمار على أرض الميدان 34 هدف و12 أسيست بفارق هدف عن مبابي، ولكن نيمار بيضل جناح بينما مبابي قناص. ارقام الاثنين مرعبه ولكن نيمار افضل لحد الان. حكيمي 13 هدف 13 اسيست، ممتاز جدا. فيراتي 9 اسيست 3 هدف. طبعا راموس لعب 52 مباراه، 29 كلين شيت. عندك كيمبيمبي وماركينوس لاعبين اكثر من راموس بمباراتين، هن الاثنين كلين شيت زياده عنه، ولكن كمان ممتاز جدا لراموس بهذا العمر. بيرنات لعب 37 مباراه. في عنا مين عنا الحارس، وين الحارس؟ اذا دوناروما لعب 54 مباراه، 31 كلين شيت. بالنسبه للهداف في الدوري الفرنسي دائما نيمار مانو محظوظ ب 22 هدف، وايضا مبابي خلف 21، ولكن الهداف هو ديمبلي لاعب ليون 23. مبابي ملك الاسيست، غريب صراحه، كان ممكن نشوف نيمار او ميسي ولكن مبابي 10. بعده بيجي اشرف حكيمي ب 8. طبعا هذا بالدوري الفرنسي. خلينا نشوف البطولات الثانيه. عن نيمار، ميسي هدافي الكاس، طبعا نيمار 5 اهداف، ميسي 3. عندنا مبابي كمان 3 اهداف، وكصناعات عندنا فيراتي وماركينوس، كلنا مسيطرين على بطولات الدوري الفرنسي. وبالنسبه للويفا سوبر كاب، نيمار هو الهداف، وكصناعه العاب كله 1-1-1. عندنا هيريرا ومبابي من فريقنا. طبعا بدوري ابطال اوروبا ليفاندوفسكي 11 هدف، بعدين مبابي من عندنا 9 اهداف، مع انه وصلنا نحن فقط للربع النهائي على ما اعتقد. وكمساعدات نيمار من عنا، يعني لو كملنا الطريق نحن كنا الابطال، ولكن بايرن ميونخ يبدو بانه كان مرعب مع ليفا ومولير. طبعا عنا ميسي، مبابي، دي ماريا، مدلل، ذكرنا يا جماعه بفيفا 22 باذن الله سلسله خرافيه راح تكون، والمدلل راح يكون كابيتانو. ولكن ميسي، مبابي، دي ماريا خلصوا عقودهم، لازم نجددها. طبعا عنا هون شيء حلو، ريال مدريد بده يسترجع سيرخيو راموس، عامل له رجع ب 60 مليون دولار لحتى نعمل لك حفلة الختام. راموس يرفض بعمر 36 سنة ويقول أنا باقي في باريس حتى النفس الأخير. طبعا بهذا الموسم ميسي عمل فينا مثل ما عمل فينا راموس الموسم الماضي، كمان راح للعملاء الأحرار ورفض يجدد ولكن رجعته حاليا، فحافظنا على التشكيلة بشكل عام. راموس تراجع كتير ولكن رح نحاول نحن بهي التشكيلة اللي تحدينا فيها انه ناخذ دوري الابطال ناخذه اكثر من مرة، لحتى اذا اعتزل ممكن نجيب حدا مكانه، ولكن طالما موجود رح نلعب فيه للرمق الاخير. ميسي، مبابي، نيمار، موسم اخر، هيا بنا. بهذا الموسم تشيلسي، اياكس، وغلطة سراي، المجموعة صعبة شوي بالنسبة لتشيلسي واياكس، ان شاء الله بنتجاوزها ولكن ان شاء الله ناخذ دوري الابطال، هيا بنا. اذا 2023 وموسم اخر، كمان خلينا نشوف مباراة الكأس مع مارسيليا، خسرناها، شيء ما مبشر بالخير.
95 نقطة أبطال الدوري، الكاس 2-0 على ليون، الويفا سوبر كاب بايرن ميونخ فازت فيها، الله يستر من بايرن ميونخ أنها ترجع تأخذ دوري الأبطال يا رب يا رب. موسم آخر نفوز فيه أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0. طبعا نحن طلعنا رجعنا بالربع نهائي 4-3 مع أتلتيكو مدريد، كانت مباراة قوية جدا، ودائما اللي بفوز علينا هو بياخذ دوري الأبطال، هذا دليل على أنه نحن الأقوى. لا اسماعيل حاج طبل، ففريقنا يبدو أنه وصل لمرحلة اللاعبين اللي عم نعتمد عليهم مثل راموس 81. صراحة راموس خلص بعتقد أنه حاجته بالفريق، صار عمره 37 سنة، ميسي يعني لسه ممكن 35 سنة 86. الباقي نيمار ومبابي انفجروا يا جماعة 95 95، نيمار صراحة فاجأني 31 سنة 95. ما في عنا مشاكل بأي مكان، بعتقد انه المشكلة الوحيدة هي سيرخيو راموس طبعا بسبب عمره الكبير. طبعا مبابي 31 هدف 3 اسيست، الاسيستات نزلوا شوي. ميسي 21 هدف 14 اسيست، نيمار الغدار 22 هدف 4 اسيست، اسوأ موسم لنيمار بهذا الموسم. حكيمي 17 هدف 10 اسيست، اجمل المواسم لإله، ممتاز جدا. يعني برأيكم معقول يمر كل هذا الوقت وباريس ما يعمل تعاقد للدفاع؟ اكيد رح يعمل، يعني اكيد ما رح الزم حالي بنفس الاسماء، خلص راح راموس منجيب دي ليخت، بتوقع انه لازم نجيبه لحتى ناخد دوري ابطال، فما في مشكلة بنعطيك اللي بدك يا هاي 233 مليون بدل 133. اذا دي ليخت توفى فورا، ضل بس علينا نعطيه راتب، فبنعطيه الراتب اللي بده اياه ومنجيبه للفريق. طبعا في لاعبين كتير رح تنتهي عقودهم، منهم سيرخي راموس رح نجدد له ونخليه بالفريق لحتى يعتزل، ولكن ما رح يكون اساسي هذا الموسم، رح نجيب دي ليخت ونلعبه لانه اذا ضل راموس ما رح نقدر ناخذ دوري الابطال. اذا اول لاعب اعتزل هو سيرجيو راموس، نيمار مبابي 95، ميسي 86 لسه بيلعب معنا 36 سنة، فينالدوم فيراتي صامدين، حكيمي تطور رائع جدا 90 عمره 24 سنة، عنا ماركينوس كيمبيمبي ودي ليخت المدافع الجديد، ففرصة بدفاعنا لحتى نكون صراحة هذا الموسم أبطال دوري الأبطال، لأنه ما عنا أي نقطة ضعف. أريولا نعم أريولا تعال، فباقي المراكز ما عندنا فيهم مشاكل ابدا ابدا، الاحتياطين شوي ضعفاء ولكن كتشكيله اساسيه نار يا حبيبي نار. مجموعتنا بدور الابطال هاي السنه بروسيا دورتموند فالنسيا وكوبنهاغن، صراحه لحد الان 1 دوري ابطال، لحد الان التشكيله الجديده ما نفعت شيء للخليفه، فخبروه من هون، روحوا خبروه له انه ما راح يمشي الحال بدوري الابطال يا باريس، فخلينا نشوف هذا الموسم هل راح ناخذها مع دي ليخت المدافع الجديد ام لا. اذا 2024 ويبدو انه ما تاهلنا لنهائي الكاس، كنت حاببها هاي، كل مره بنتوقع هون او بنتخطى نهائي الكاس، خلينا نشوف نحن ابطال الدوري، التعاقد جديد جايب نتائج ممتازه جدا، علينا فقط 22 هدف يعني اقوى دفاع، خلينا نشوف. خسرنا بنهائي مع مارسيليا، فاللي بعده بالكاس طبعا ما وصلنا مثل ما شفتوا، كان فعلا ملاحظتي جيدة، موناكو فاز علينا 4-3. خلينا نروح حاليا لا الويفا سوبر كاب، نشوف مين فاز فيها. أتلتيكو مدريد فايز فيها، الله يستر ما ياخدوا الدوري الأبطال مرة تانية. هل رح ناخذ نسخة تانية؟ نعم نعم، التعاقد يا جماعة، لما أخذنا دي ليخت وحطيناه بالدفاع فهذا نفعنا، إذا صار بطولتين دوري أبطال للفريق اللي ما كان عنده دوري أبطال، 2 إذا 0 بالنهائي، بالنصف نهائي 5-2 على مان يونايتد، 4-3 على المان سيتي بالربع نهائي، بدور ال 16 2-1 على أتلانتا، وطبعا طلعنا أول المجموعة بدون أي خسارة، ممتاز جدا هذا الموسم على حساب الإنتر يا باريس. خلينا نشوف حاليا وضع الفريق، وضع الفريق ممتاز جدا، حتى دي ليخت اللي جبناه متأقلم مع كيمبيمبي 91 91 91 91، الله 91 الخمسة اللي المدافعين كلهم 91، حتى فيراتي 91، عندنا مبابي نيمار ميسي الأضعف على أرض الميدان بسبب عمره، ولكن طبعا نحن لا غنى عن ميسي، راح نخلي لآخر نفس 36 سنة بهذا الموسم. بالنسبة لإحصائيات لاعبين، امبابي 19 هدف 9 اسيست، ميسي 26 هدف 8 اسيست، أفضل من أرقام امبابي يا جماعة بهذا العمر وبهذه الطاقات،
نيمار الغدار 25 هدف 15 اسيست، برافو ليو، برافو ميسي يا جماعة. سجل أكثر من بابي ونيمار بهذا العمر وبهاي الطاقات. حكيم 12 هدف 6 اسيست طبعا، ومدافعنا الجديد المدمر مع ماركينوس ومع كيم بيمبي عملوا 23 كلين شيت، ودوناروما طبعا لعب 46 مباراة 20 كلين شيت، أريولا لعب 9 مباريات 3 كلين شيت. طبعا مرة تانية عنا عقود كتير رح تنتهي، منهم ليونيل ميسي، سارابيا، هيريرا، كورزاوا، لازم نظبط العقود. طبعا بهذا الموسم ماركينوس غادر بالفريق وراح على ريال مدريد، ولكن راح نجيبه غصبا عنه ونرجعه للفريق لانه ميزانيتنا مرتاحة وما عم نشتري كتير لاعبين، فرح نرجع فينالدو وفيراتي وكيم بيمبي وداغبا وإيكاردي ودراكسلر وبابا بابا با. كل هدول يا جماعة تركوا النادي بلحظة واحدة. اللاعب اللي بيهمني من هدول انه يرجع ممكن فيراتي وممكن كيم بيمبي، خلينا ندور عليهم. كيم بيمبي غادر فينا وراح لتشيلسي، فكمان راح نرجعه للفريق غصبا عنه. تاليا كيم بيمبي، فيراتي راح لأياكس، طاقات 91 يا جماعة، أكلنا وشربنا وزبطنا وآخر شي تركنا، راح ترجع بهذا الموسم. راح أخذ فرانكي ديون كمان لأنه مثل ما شفتوا في كتير لاعبين بخط الوسط غدروا فينا، فكمان راح نعرض عرض خيالي لديونغ ونجيبه من صفقات باريس اللي راح تكون حاسمة. إذن التشكيلة كانت راح تنهار، ولكن رجعنا اللاعبين. أول واحد ماركينوس، بعدين كيم بيمبي، مكانك يا كيم بيمبي، بعدين جبنا فيراتي كمان رجعنا لخط الوسط. شوفوا خط الوسط تبهدل معنا يا جماعة، وحاليا جبنا كمان ديونغ صفقة لخط الوسط ناري راح تكون. أول شيء مننزله مكان مين؟ في عنا حارسين هون، ليش؟ فبنحطه مكان رافينا، وهيك بيصير عنا الفريق كله 91 يا جماعة. الهجوم في عنا ميسي 83 95 95، والباقي كله طاقات 91 حتى دوناروما. طبعا لهذا موسم ليبزيك، بورتو، لوكوموتيف، موسكو بمجموعتنا، فخلينا نشوف رح ناخذها للمرة الثالثة ولا لا. اذا 2025 كمان تحلنا نهائي الكاس، خلينا نشوف الوضع. فزنا في شيء هذا الموسم عم يصير وينطبخ. أو 100 نقطة 100 نقطة، فنحن أبطال الدوري. خلينا نروح البطولات الثانية، خسرنا مع سانت تيام بالنهائي، بعدين فزنا طبعا بهاي البطولة 2-0 اللي شفناها مشوي، ويفا سوبر كاب فزنا فيها على فيا ريال، ودوري الأبطال يا رب يا رب يا رب يا الله. خسرنا بالنهائي مع أتلتيكو مدريد، تأهلنا للنهائي يا جماعة وخسرنا. أصعب شيء إنك تتأهل للنهائي وتخسر، 5-2 على ليفربول، 4-0 على بروسيا، والله من أفضل المواسم. فزنا على مان سيتي بفارق الأهداف وكنا أول المجموعة بخسارة واحدة فقط، فراحت البطولة هذا الموسم. خلينا نشوف اللاعبين، اللاعبين لحد الآن في لاعبين عم يتطوروا مثل حكيمي صار 92، ميسي يموت يا سادة 37 سنة صارت طاقاته 80، عنا مبابي ونيمار والباقي كله تمام. مبابي 47 هدف و8 أسيست، يا الله موسم تاريخي، وميسي يبدو أنه حان وقت الرحيل من التشكيلة الأساسية لأنه هذا الموسم فقط 9 أهداف و5 أسيست بعمر 37 سنة. نيمار 33 هدف و9 مساعدات، طاقات 93. حكيمي 21 هدف و14 مساعدة، عم يتطور كل موسم. عنا فيراتي وديونغ، موسم جيد هذا الموسم بوسط الميدان. طبعا مبابي هداف الدوري. في صناعة الألعاب كان عنا فيراتي ونيمار، ولكن ما أخذوا أفضل صانع. بالكاس الصناعة عنا ميسي وحكيمي. مبابي 4 أهداف كمان بالكاس، هو الهداف. نيمار هداف الويفا سوبر كاب، ونيمار صانع ألعاب الويفا سوبر كاب. بدوري الأبطال مبابي الهداف، نيمار مركز رابع بسبع أهداف، وكصناعة حكيمي ملك الأسيست، برافو حكيمي. بالنسبة للعقود عنا حكيمي نيمار، تجديد قوي، لازم نجدد عقود هدول اللاعبين. هذا الموسم عنا لاعب واحد فقط خاين واللي هو برنات، خلينا نشوف وين انتقل برنات لهذا الموسم. كمان اكلناه وشربناه، اخر شيء اجا وغدر بالفريق وراح بدون اذن ولا شيء. عمره 32 سنة، طاقات 91، بهمنا جدا، راح لانتر ميلان. فمنقول له لبيرنارد ترجع، هاي مبلغ خيالي ولا تروح. اضطر لي لما راح بيرنارد انه جيب راشفورد، شو رايكم؟ LM حكيمي على اليمين RM وراشفورد على اليسار LM، وما غريبة على باريس انه ياخذ راشفورد بالايام،
نعطي رقم خيالي كمان من فلوس الخليفي، ما عم ندفع شيء من جيبنا. اذا راشفورد وافق انه يجي لعنا فحاليا رح يكون بتشكيلتنا. طبعا رجعنا بيرنات، ولكن عقوبة له رح نطلع ونخليه احتياطي، او رح نلعب بتكتيك جديد هذا الموسم ورح نخلي LM بدل LB. الجناحين رح يكونوا RM وLM، راشفورد حكيمي خطة هجومية نارية، ميسي صراحة كمان لازم هذا الموسم يكون احتياطي لأنه خلص رح يكون نقطة ضعف 80، فرح خليه احتياطي ورح جيب RW غيره. خلينا ندور على لاعب خارق. فإذا فاتي حاليا بإيفرتون، حرام يضل بإيفرتون مدفون هناك طاقاته 87، فرح نجيبه بما أنه برشلونة تخلى عنه، رح تفعله بشرط الجزائي. تعال فورا تعال للفريق ورح نعطي راتب بخيالي كمان فلوس الخليفة يا جماعة، هيا بنا. طبعا فاتي أكيد بيقبل، ما في حدا ما بيقبل. إذا هذا الموسم تعاقدنا مع بيرنات، راشفورد، فاتي. طبعا بيرنات خرج ورجع للفريق، فالتشكيلة صارت بهذا الشكل، فقط ميسي رح يكون احتياطي. أوه المدلل صار احتياطي يا جماعة بهذا الموسم. إذا فاتي بيلعب RW، ما عنده مشكلة RW، فاتي، مبابي، نيمار، وميسي لأول سنة احتياطي لأنه فعليا صار عمره 38 سنة وما عاد يقدر يحقق نتائج، وخسرنا نهاية دوري الأبطال، فلازمنا لاعب مثل فاتي. الدفاع عندنا ديليخت، ماركينوس، كيم بيمبي. يا جماعة تشكيلة نار يا حبيبي نار. نيمار، مبابي. نيمار طبعا كمان شوي شوي بلش يتراجع، ولكن بشكل عام حافظ على مستواه. 33 سنة، 93 طاقات، ممتاز جدا. سيموز لأول مرة راح يكون بالتشكيلة، وما ضل عنا كتير لاعبين صراحة، ولكن راح نكمل بهذا. طبعا بهاي السنة أنا متفائل جدا بالتشكيلة لأنه صارت متكاملة، وشلنا ميسي. ميسي كان عم يتراجع وبيأثر على الفريق إجباري لأنه عمره كبير. فحاليا مجموعتنا باير ليفركوزن، بنفيكا، وسيسكا موسكو، وإن شاء الله نحن أبطال للمرة الثالثة، فهيا بنا. إذا 2026 وكمان تأهلنا لنهائي الكاس وفزنا في 3-0. أول الدوري 93 نقطة، موناكو الأندية الفرنسية عم تعاني بوجود باريس 3-1 طبعا بالبطولة هاي الثانية، و 3-0 مثل ما شفناها من شوي الويفا سوبر كاب. أتلتيكو مدريد خسر مع روما، مبشرة هاي الشغلة لأنه أتلتيكو شكله هاي السنة ما رح يقدر ياخد دوري الأبطال. هل فزنا بدوري الأبطال؟ نعم المرة الثالثة. إذن قلتلكم بتفائل هاي السنة، هاي التشكيلة تشكيلة بتفوز بدوري الأبطال طبعا بعد التعاقد مع فاتي. بالنصف نهائي 4-2 على ليفربول، 4-1 بالربع نهائي، وبدور ال 16 4-3 على فالنسيا. وطبعا نحن اول مجموعه بدون اي خساره واي تعادل، 6 مباريات 6 فوز علينا فقط هدفين. خلينا نشوف ارقام اللاعبين وهل اللاعبين. او مبابي 95، نيمار، شوف فاتي. عندنا صراحه تشكيله ناريه يا جماعه، تخيلوا لو يجيبوا راشفورد فعلا هلا. فميسي عنا لساته موجود عم يقاوم، صار عمره 39 سنة لأنه هلأ شهر وبصير 39، 76 طاقاته يا جماعة، نهار ميسي. بالنسبة للإحصائيات، مبابي 33 هدف 7 مساعدات، فاتي بأول موسم 9 أهداف و5 مساعدات، بما أنه أول موسم رح سامحه. ولكن نيمار يا عفو الله 42 هدف و4 مساعدات، حكيمي 10-4، فيراتي وديونج، اوه ديونج 20 أسيست، مجنون يا جماعة هذا الولد الهولندي مجنون. طبعا راشفورد 24 هدف و13 مساعدة، كمان ارقام خيالية من الراشي. تعاقداتنا دائما عم تنجح، شوف ديليخت لهلا عم يعمل 22 كلين شيت مع ماركينوز، وكيم بيمبي ثلاثي الدفاع، ودوناروما جان لويجي 22 كلين شيت. طبعا العقود اللي رح تنتهي عنا دوناروما، سيمونز، رافينا، اريولا، حارسين لازم نجدد معهم مشان ما يصير عنا مشاكل الفريق. طبعا جددت مع كل اللاعبين اللي بدهم يجددوا عقودهم، وان شاء الله ما يصير عنا خيانات ببداية هذا الموسم. فهيا بينا لموسم اخر لا بطولة دوري ابطال، رابع لباريس اللي بلشنا فيه بصفر بالحقيقة، حتى عنده صفر دوري ابطال، حاليا عندنا 3 دوري أبطال وممكن نجيب الرابع. طبعا اللاعب الوحيد اللي ترك الفريق هو باراديس هذا الموسم، راح اتركه ما راح رجعه، راح لريال مدريد الله معه. والتشكيلة ثابتة اذا وبقوة لهذا الموسم، فاتي وراشفورد اكثر تأقلم، وبإذن الله نحو البطولة الرابعة، ولكن لازم نجيب كم لاعب نزدهم احتياط احتياط، وإلا الفريق راح يصير ناقص ويطردونا من كل البطولة. طبعا من شان النقص العدد اللي صار بالفريق تعاقدت مع هدول اللاعبين. أول لاعب جبته من ألمانيا، أديمي، بيدري، ماكتوميناي، أوسكار، ونيفيس، جبته من بايرن ميونشن، وكلهم وافقوا وصاروا بالفريق حاليا، وصار معنا مشاكل لا بالتبديلات ولا باللاعبين.
فهيا بنا لموسم آخر. إذن باريس يوفنتوس فيا ريال واللوكوموتيف موسكو نحو البطولة الرابعة، هيا بنا يا باريس. كمان هذا الموسم متوقع أنه نأخذ بطولة إذا ما صار معنا مشاكل بالنهائي، ولكن راح نوصل للنهائي بإذن الله. هيا بنا 2027 يا باريس، متفائل جدا بهذا الموسم. 4-1 بالكاس، نعم أبطال الدوري كالعادة. صارت عندنا بطولات عادية، خلينا نروح مباشرة. أول شيء الويفا سوبر كاب فزنا فيها على باير ليفركوزن، وخلينا نشوف حاليا دوري أبطال أوروبا. نعم 1-0 على المان سيتي، قلت لكم راح نوصل للنهائي وفعلا فزنا بصعوبة، لانه مان سيتي كان ممكن يفوز عنا. 4-0 على مان يونايتد يا عيني، 4-1 على ريال مدريد، 5-1 على باير ليفركوزن. يا عمي تعاقدات ناريه وتكتيك عالمي من مدرب عالمي بدون اي خساره وبدون اي تعادل، علينا هدف واحد فقط بدور المجموعات موسم التاريخ. طبعا لاعبين مثل ما شايفين لحد الان صامدين، ما في اي مشاكل. نيمار صار بعمر 35 لهلا، طاقات 90، ما شاء الله لا قوه الا بالله. امبابي 56 مباراه 19 هدف و3 اسيست، فاتي 55 مباراه 25 هدف و3 اسيست، ممتاز جدا. نيمار 37، مجنون يا جماعة، نيمار مجنون مجنون. حكيمي 13 10 اسيست. طبعا عندنا بيدري 2 لعبان 44 مباراة 11 هدف و15 اسيست، مع انه انا كنت زادت والله باحتياط لاحتياط ولكن لعب. راشفورد 26 هدف و8 اسيست. طبعا ثلاثي الدفاع هذا الموسم مأبدعين، 32 كلين شيت، تخيلوا معي يا جماعة. طبعا مع دوناروما المدمر، نيمار الغدار هداف الدوري وصانع الالعاب مانو من عنا، امبابي هداف الكاس، وفيراتي صانع اهداف الكاس، نيمار ايضا هداف مرة تانية ولكن صانع العاب مو من عنا. الويفا سوبر كاب براشفورد الهداف وصانع العاب ديونك. عنا تشامبيونز ليج الهداف مو من عنا ولكن عنا مبابي، فاتي، نيمار ورا بعض 6-6-5. الهداف بوادو من مان سيتي بتسع اهداف، ورودري من مان سيتي صانع الالعاب، ولكن فزنا عليهم وحققنا اللقب. طبعا هذا الموسم عندنا نص الفريق تنتهى عقوده، كيمبين، بيمبابي، ماركينوس، نيمار، بيمبلي، رافينا، بيرنات، ولسه في لاعب. اذا بالموسم الجديد فيراتي غادر النادي ورفض تجديد العقد، بيدريتو صار مكانه وراح خلي بيدري، خلص ما عندنا مشكله، خلي فيراتي يروح كبر شوي. وحاليا عندنا الهجوم الوسط الدفاع كله تمام مع حارس المرمى، وعندنا بدلاء ما عندنا اي مشاكل. موسم جديد ونحو دوري ابطال جديد. اذا مجموعتنا هذا الموسم روما، هرتا برلين، ترابزون سبور، فيرو 28، ويبدو ان ما لنا بنهائي الكاس، مو مهم، نحن ابطال الدوري كالعاده. وفورا راح اروح للويفا سوبر كاب، خسرنا مع تشيلسي 5-4 بركلات ترجيح، ولكن دوري ابطال خامس هل يكون خماسيه لباريس اللي بحياته ما اخذ دوري ابطال، 4-1 بالنهايه على تشيلسي، 7-2 بابا بابا، 4-0 يا الله، 3-0 بدون اي خساره. ايضا تاهلنا من دور المجموعات يا جماعه، شيء خارق للعاده عم يسوي هذا الفريق اللي بنيناه اليوم، مع طبعا حكيمي، مبابي، نيمار، الباقين من النادي، ماركينوس، كيمبيمبي، ودوناروما، في برنات كمان بالاحتياط، صح نزل مستواه لكن موجود، بيدري تصار طاقاته 90 بهذا الموسم. امبابي 22 هدف 5 اسيست، فاتي 17 هدف 12 اسيست، نيمار الغدار دائما الافضل 32 هدف 11 اسيست، حكيمي 18 هدف 6 اسيست، ديونغ، بيدريتو أداء جيد. عدد الصناعات لديونغ عم يصدمني كل موسم، شيء خيالي صراحة كلاعب سي ام. راشي 16 هدف و4 اسيست، وثلاثي الدفاع طبعا 26 كلين شيت لهذا الموسم مع دوناروما. بطولات فردية، نيمار على بعد هدفين خسر جائزة الهداف بالدوري، وعلى بعد 3 اسيست خسر جائزة افضل صانع العاب ولكنك الافضل يا نيمو. وطبعا ديونغ مع فاتي افضل صناع لعب بالكاس. عندنا كمان ديونغ موجود هون. وبالنسبة لدوري ابطال اوروبا، فيرنر من تشيلسي 16 هدف، موسم استثنائي لفيرنر. امبابي ونيمار 8-7. وكصناعة العاب هافيرتس، تشيلسي هذا الموسم تألق، ولكن نحن الأبطال عليهم بنهائي عالمي. ديونغ وأريولا انتهت عقودهم، كمان لازم نجددها. ديونغ راح أعطيه سعر خيالي لحتى يجدد معنا، لنشوف قديش راح يقبل، سنتين لسه معنا ديونغ. إذا خيانة من ديليخت وراح لبايرن ميونخ،
ولكن على ما اعتقد لازم نرجعه مع انه مدافع غيره. فاسف دي ليخت لازم ترجع للفريق. اذا رجعنا دي ليخت وكل اللاعبين بمكانهم موسم اخر لسداسية دوري الابطال للموسم السادس، هل يكون هذا الموسم يا باريس؟ هيا بنا. ما بال قلبك عن هوان نازحو. 2029 يا جماعة، متعة بتروح للمستقبل وتشوف شو عم يصير وبتبني فريق 104 نقاط لهذا الموسم. انفجار باريس يا سادة، بطولتين، ثالث بطولة وين؟ الثالثة موجودة عنا، الويفا سوبر كاب موجودة، كل بطولات العالم عنا، دوري أبطال أوروبا يا رب يا رب يا رب يا رب. السادس، نعم السادس يا باريس. يا الله حققنا يا جماعة التحدي بست بطولات لحد الآن. فزنا على انتر، فزنا على فولفسبورغ، فزنا على نابولي، وطلعنا بدون أي خسارة وبدون أي تعادل، علينا فقط 4 أهداف. نار يا حبيبي نار، مع الغدار نيمار اللي هبط مستوى بال 37 سنة لل 86، مبابي ثابت، فاتي يرتفع، بيدري، توديون، جراشفورد، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينوس بدأ يهبط بعمر ال 35 سنة أيضا، ولكن يعني جيد 35 سنة طاقات 89، كيمبيمبي دي ليخت ثابتين مع دوناروما اللي صار 95 بعمر 30 سنة، مبابي ونيمار هدافي الدوري الفرنسي 21-19 على التوالي. وهنا لدينا لاعب موناكو هودسون أودوي يا جماعة 17 مساعد، شيء خيالي. حكيمي من عنا بعده 13، الله عليك يا حكيمي. حكيمي أيضا هداف في الكاس، مبابي صانع ألعاب، لاعبتنا هذا الموسم متألقين بشكل خرافي. نيمار مركز ثاني، هون راشفورد مساعدات أول. بنروح حاليا للبطولة الأهم واللي هي طبعا السوبر كاب، 3 أهداف لحكيمي مباراة واحدة، هو اللي سجل كل الأهداف، الله عليك يا حكيمي، وبدون أسيست ساحب فيها ومسجل عنا بدوري أبطال أوروبا. نيمار جيري 7 مع مبابي 7، ولكن الهدف هو ديفيد من إنتر ميلان. وبصناعة الألعاب أيضا عنا حكيمي راشفورد، أوه موسم استثنائي لحكيمي، خلينا نشوف إحصائياته لحالها بدون أي شيء لحكيمي، لنشوف شو مساوى المجنون بهذا الموسم. مبابي طبعا 31-14 أسيس، أرقام عادية مثل كل موسم، ولكن حكيمي 24 هدف و19 مساعدة، هل حكيمي هو المهاجم أم فاتي؟ لأنه حكيمي يا جماعة أرقام مهاجم ما شاء الله. أوه لاعبين كتير انتهت عقودة لهذا الموسم، جبنا السداسية ب 2029 لحد الآن، رح نجرب لسه ونحاول، ممكن تكون آخر المواسم لأنه نيمار بدأ يهبط مستوى، خلينا نجرب. هذا الموسم ماركينوس ترك الفريق وما جدد معنا وراح على غير فريق، هل ماكتوميناي ممكن يلعبوا هون؟ والله بيلعب هون هذا الموسم، شوي في مخاطرة بالموضوع، لازم نجيب مدافع صراحة. 37 سنة 86، بتوقع هذا آخر موسم، خلص هذا آخر موسم، رح نعتبره موسم الانهيار لباريس سنة 2030 تقريبا، وراح نروح ونشوف هل راح نحقق السباعي ولا لا يا باريس بآخر موسم. إذن 2030 يا باريس، موسم الانهيار اعتبرناه، ولكن نحن أبطال الدوري، نحن أبطال الكاس، نحن أبطال أيضا، لا ما لنا أبطال. فبكأس السوبر راح نخسرنا مع ليفربول 1-0، دوري أبطال سباعية سادة 4-2، وبهاي واحدة كمان صاروا 7 بطولات دوري أبطال، 2-0 على السبيرز، بركلة الترجيح على هيرتا برلين، وفزنا هون بدور 16 3-1 على يوفنتوس، طبعا بدور المجموعات 14 نقطة، وأنا اعتبرته موسم انهيار ولكنه موسم السابعة يا باريس. خيلوا فريق ما عنده ولا دوري أبطال، جبنا فيه 7 دوري أبطال، لكن فعلا انهيار نيمار بعمر 38 صار 83 طاقات، وباقي اللاعبين طبعا لسه بيلعبوا ما عندهم مشاكل. فاتي وحكيمي هدافي باريس بالدوري 22-20، حكيمي صاوي يا حكيمي يا جماعه، حكيمي انفجر جن الحكيمي. نيمار هداف ومعه حكيمي 3 كمان بالكاس، ديونغ صانع العاب مع راشفورد، وخلينا نشوف كمان البطولات تاني مع الأهداف دوري الأبطال ومع النصار ألعاب بدوري الأبطال، مع أنه نحن أبطال البطولة. خلينا نشوف أرقام اللاعبين لآخر موسم بإحصائيات اللاعبين لل 2030. مبابي 9 أهداف و3 أسيست فقط من 53 مباراة، تراجع مانو مبرر، 24 هدف من فاتي، 3 أسيست. نيمار جيري 30 مباراة فقط لأنه نهار صار في لاعب عم ياخذ مكانه، 13 هدف مساعدة،
حكي ب 25 و 16 ممتاز جدا. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم يا جماعة. طبعا 23 كلين شيت لآخر موسم، 7 دوري أبطال رقم قياسي، وإذا حدا قادر يجيب أكثر من هيك يرجع لعندي ويقول لي طبعا بالأسماء اللي حافظت عليها. فشكرا لكم المتابعة ودمتم بألف خير.